كما تعلمون أن العفو من الناحية القانونية هو من صلاحيات الملك يخولها له الدستور، وقد كان قد صدر ظهير في مباشرة بعد الاستقلال الشكلي، صدر ظهير ينظم العفو، وقد وقعت عليه مجموعة من التعديلات، كان آخر تعديل ليلائم التعديلات التي جاء بها الدستور 2011. كان هناك ظهير العفو ل 2011، هذا الظهير أجرى مجموعة من التعديلات والتغييرات على الظهير الذي صدر سنة 1900 أظن 59 المتعلق بالعفو. هذا طبعا هو من صلاحيات الملك. هناك وينقسم في القانون إلى العفو الفردي والعفو الجماعي. والعفو الفردي يمكن أن يكون بدون مناسبات، ولكن العفو الجماعي يكون في الأعياد الدينية أو ما يسمى بالأعياد الوطنية. هناك كان هناك عفو أو ما يسمى بالعفو الجماعي والعفو الشامل. عرف المغرب مجموعة من الفترات ديال العفو الشامل، خاصة العفو على ضحايا، هو يسمى بعفو ولكن يستخدم من طرف النظام السياسي لخلق نوع من إما لتجميل الوجه الخارجي أو للتخفيف من الضغوطات والوضعية الداخلية، كما هو الشأن بالنسبة لضحايا انتهاكات الجسيمة وضحايا المعتقلات السرية مثل معتقل تزمان مارت، قلعة مكونة، درب مولاي شريف إلى غير ذلك من المعتقلات السرية التي كانت خلال فترة الانتهاكات الجسيمة. ونظرا للضغوطات التحركات الداخلية وكذلك الضغوطات الدولية على المغرب الذي كان ينكر وجود المعتقلات السرية، اضطر في نهاية المطاف في بداية التسعينات أظن في 1991 إلى إصدار عفو عام شامل لجميع المعتقلين المتواجدين في المعتقلات السرية. طبعا اضطر بعد الضغوطات إلى الاعتراف بوجود المعتقلات السرية مثل معتقل الفظيع، معتقل درب مولاي شريف، ومعتقل تزمان مارت، وكذلك قدميزن. واضطر إلى الإفراج على جميع المعتقلين السياسيين، وبعد ذلك مهد لما يسمى بالعيادة الإنصاف المصالحة وتعويضهم. هناك كذلك العفو الفردي. العفو الفردي يمكن يكون بشكل فردي وغير مرتبط بالمناسبات، ويمكن أن يقدم إما بناء على طلب المعتقل يعني السجين أو المعتقل شخصيا، أو بواسطة أحد أفراد عائلته، أو بواسطة حتى أصدقائه، أو يقدم الطلب حتى من طرف الوكيل العام أو مدير السجن. هاد الأشخاص كلهم لديهم الحق في طلب تقديم العفو. ويمكن كذلك أنه حتى الظهير المنتظم للعفو لا يمنع من أن يبادر الملك بإصدار عفو ولو فردي بشكل تلقائي دون طلب. هذا ليس هناك ما يمنع في الظهير المنظم للعفو، يعني أن يبادر الملك بإصدار عفو حتى في الحالات يعني العفو الفردي. وكذلك عندما نتحدث عن العفو لا نقصد بأنه مقرون بجريمة، كما قلنا بالنسبة للعفو الشامل على معتقلين ضحايا انتهاكات الجسيمة، اعترفت الدولة بأن هادو كانوا معتقلين تعسفيا واعتذر، وهناك توصية حتى توصية هيئة الإنصاف المصالحة من ضمن توصياتها تطالب الدولة بالاعتذار الرسمي بواسطة خطاب يلقيه رئيس الحكومة في جلسة علنية للبرلمان. هذا لم يفعل لحد الآن،
لماذا يقول رئيس الحكومة؟ لأن ليس هناك قانون، حتى القانون الدستوري ولا جميع القوانين لا تحمل مسؤولية للملك، وبالتالي حتى عندما تكون هناك دعوة في مواجهة الدولة المغربية ممثلة في رئيس الحكومة وليس الملك، ولهذا جاءت هيئة الإنسان المصالحة تطالب بالاعتذار ضمن توصياتها، لكن لم يفعل لحد الآن. إذا العفو هو يكون بالنسبة لمعتقلي حرية الرأي والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاجتماعية ومعتقلي حرية الرأي والتعبير، يكون بمثابة اعتراف من النظام السياسي بالخطأ، لأن العفو يؤدي إلى محو أثر التهمة المنسوبة إليه، ويمكن أن يصدر استنادا إلى ظاهر العفو لسنة 2011 طبعا المعدل للظاهر 1959 المتعلق بالعفو، يقول بأن هذا يمكن أن يصدر العفو سواء قبل تحريك الدعوة العمومية، يعني أثناء البحث التمهيدي، سواء بعد تحريك الدعوة العمومية أو أثناء التحقيق أو أثناء سريان الدعوة العمومية أو بعد صدور الحكم من القرار النهائي من المحكمة وأثناء قضاء العقوبة، بل أكثر من ذلك يمكن أن يصدر حتى في حالة قبل تحريك المسطرات البحث، كأن يكون الشخص في حالة فرار أو يعني مبحوث عنه بمقتضى مسطرة مرجعية. إذن العفو غير مقترن بتحريك الدعوة العمومية أو بصدور حكم نهائي. هناك طبعا طلبات العفو في حالة تقديم طلب، كما قلنا أنه من المعني بالأمر أو حتى من الصديق ديالو، أنه مثلا شي صديق مثلا ديال معتقلي الحراك الشعبي، إذا ما بغاوش مثلا يقدموا الطلب، لأن الطلب ماشي العفو أنه ارتكب جريمة، لا، هذه مبادرة تتخذها الدولة، يعني حتى بالانتهاكات الجسيمة اعترفت بالخطأ، يعني تعترف بالخطأ. هم الآن ما زال متغطرسين، يعني والطلب كما قلنا الطلب يمكن أن يقدم كصديق، أنا كصديق مثلا، ولا أنتم مثلا الأخ الهندوس كصديق مثلا، ولا بدون صديق يمكن أن تقدم طلب، يعني ليس من طرف الشخص. وكذلك حتى الوكيل العام، إذا بغيتوا أنتم مثلا بغاو هاد المسؤولين يلقاو التخريجة، يمشي مدير السجن يقولوا له اعمل الطلب، غيعملوا من اليوم لو كان عندهم الغرض، واخا ما يقدموش طلب المعتقلين ديال الحراك، يجي الوكيل العام غادي يقدم طلب، ما غتحرفلهمش في الطلب، غاجي. ولكن استاذ العفو يكون بطبيعه الحال بالنسبه لهم، انا بالنسبه لي شخصيا كنقول هاد الناس اللي معتقلين اليوم تهموا بالانفصال، وهاد التهمه راها تهمه ثقيله، التهمه اللي كانت باطله وهي في حق واحد المجموعه ديال الناس، واللي اليوم انا شفت واحد المجموعه ديال المعتقلين اللي تم العفو عليهم، ماشي معتقلين مسجونين على ذمه قضايا متعدده، ولا مسجونين على ذمه قضيه ديال الارهاب في المغرب، وقانون الارهاب راه واضح شنو كيقول، خرجوا بعد مراجعه كلامهم وحديثهم وبزاف ديال الامور. اذا اليوم هاد الاخوان ديالنا وهاد الرفاق ديالنا اللي كاينين في المعتقلات ديال على ذمه سواء الحراك الريف، ولا كذا الرفيق ديالنا السي المهداوي، ولا غيره من الاخوه اللي كاينين في المعتقلات، راه شنو كيبان لك زعما ساهل باش يخرجوهم؟ هو يعني اذا سمحتوا باقي ما كملتش على هذه النقطه ديال العفو، يعني احنا دابا شخصيا نقدم القراءه يعني القانونيه، العفو من ناحيه القانون مسطره كمسطره، وهناك لجنه كذلك العفو ديال 2011 هي نص على لجنه ديال العفو التي يترأسها الوزير العدل او من ينوب عنه، وكذلك الوكيل العام لدى رئيس محكمه النقد او من ينوب عنه، او الوكيل العام لدى محكمه النقد او من ينوب عنه، وكذلك المدير رئيس مديريه العفو بوزاره العدل او من ينوب عنه، وكذلك مدير الاداره، رئيس المدير الاداره العامه، المدير رئيس المديريه العامه لاداره السجون او من ينوب عنه، وفي حاله انه اذا كانت التهمه عسكريه
ضابط عسكري يعين من طرف الإدارة العامة للدفاع الوطني، هي التي تتولى دراسة هذا الملف وبعد ذلك تقدم، وكذلك ممثل عن المدير الديوان الملكي، رئيس مدير الديوان الملكي، وعن كذلك يكون عضو في هذه اللجنة. وغالبا أنه هذه طريقة إعداد ملفات العفو، غالبا ما يكون تكون فيها المحسوبية والزبونية وحتى أحيانا الفساد، وغالبا ما يكون هناك وسطاء بين السجناء أو المعتقلين واللجنة التي تحدثنا عنها الآن، لجنة ديال العفو. وغالبا لأن مهم، أظن بأن الملك لا يتولى دراسة الملفات، كل ملف على حدة، فقط يقوم بالمصادقة وبالتوقيع على الملفات التي يتم إعدادها من طرف لجنة العفو، وغالبا تحت رئاسة وزير العدل ومن ينوب عنه وبعضوية المدير الديوان الملكي أو من ينوب عنه. أقول بأن هذا التلاعب، وهذا غالبا يكون هناك وسطاء، وهذا ما يؤدي إلى هذه الاختلالات والاستفادة من العفو ديال المجرمين، بعض المجرمين الخطيرين، رغم أن النص في الدستور تم تعديل ظاهر العفو بعد أن استفاد البيدوفين الإسباني، أظن دانيال الإسباني، إسباني جنسية دانيال الإسباني، تم إدخال شرط أنه أن لا يكون قد ارتكب جريمة الاغتصاب، تم إدخالها من ضمن شروط عدم الاستفادة من العفو. هذا من الناحية القانونية. غادي نرجعوا للنقطة اللي قلته الأخ الهندوز، بالنسبة إذا سمحتوا يعني ذكرني غير بواحد انا سولتك على العفو من الجانب القانوني، راك عطيتنا وجهة النظر ديالك. علاش الصحافة الصفراء روجت لإطلاق سراح المعتقلين، وما الهدف من ذلك؟ واش ما كتربطوش هذه المسألة بهذه الفترة نتاع كورونا وهذه الأمور هذه، وتوطيد الجيش في الشوارع، يعني شافوا بأنهم يتكلموا على إطلاق سراح المعتقلين باش تكون الأمور يمكن؟ شنو هي القراءة ديالكم انتوما؟ هناك يجب أن نعلم، وربما هذه المعطيات يعرفها البعض، ولكن خصنا نعرفوا كاملين، بأن هناك مواقع إلكترونية تابعة للأجهزة الدولية العميقة، للأجهزة الاستخباراتية. هناك جهاز لاب ديستي عنده مواقع إلكترونية، وربما كتلقى فيها مئات الآلاف من المتتبعين. هناك كذلك موقع الاستخبارات العسكرية لديها مواقع إلكترونية، جهاز الاستخبارات العسكرية لديها موقع إلكتروني أو مواقع إلكترونية، صحافة إلكترونية تتبعها الآلاف. هناك كذلك بالإضافة للجرائد الوطنية، الجرائد الورقية المسخرة لخدمة طبعا وزارة الداخلية والنظام السياسي. نذكر من بينهم، هناك شوف تي بي، هناك الموقع 360 درجة، هناك جريدة الصباح، هناك مواقع أخرى، هناك مواقع جديدة ظهرت تم تشكيلها من طرف بعض الأجهزة اللي طبعا كتمشي في اتجاه ديال سمعنا، كانت دائما تنشر الإشاعة، لأن الإشاعة تلعب دور كبير جدا في التأثير على الوعي وفي توجيه الرأي العام، لأن الإشاعة تلعب دور وربما لجس النبض وكذلك لتوجيه الرأي العام أو لتحقيق أهداف أخرى، إما ذات صبغة سياسية أو ذات صبغة أمنية. وهات بجديد، يعني سمعنا
كثيرا بان بعض كل مره كيكون العفو يتم تسريب بعض المعطيات الخاطئه، لدرجه ان كانت هناك عائلات تنتظر الليله كلها. وسمعنا يعني سابقا اشاعات حول مرتضى يعم راشن، واكثر من ذلك انه كانت هناك، سمعنا اثناء المحاكمات يعني كانت بعض المواقع الالكترونيه تردد بان كانت هناك بوساطه، هناك مقترحات، هناك نقاش، هناك حوار، يعني سمعنا الكثير، لكن هذا لديه اهداف اخرى غير الاهداف يعني وليس الحقيقه. وان كان المطامح والمتمنيات الجميع هو ان يتم في هذه الظرفيه الحرجه، في هذه الظرفيه الصعبه لوباء كورونا اللي هي حرب، معركه حقيقيه ضد هذا الوباء المجهول علميا المجهول المصدر، وكذلك المجهول حتى الاثار والاضرار وطريقه التنقل، يعني لا نعرف الا عنه الا القليل. هناك تهديد حقيقي للصحه العامه. كان يفترض انه حتى الامين العام للامم المتحده يدعو الى ايقاف جميع بؤر جميع النزاعات المسلحه في لاتاحه الفرصه للدول وللشعوب لكي تتفرغ لهذه الحرب الصحيه. نجد انه كنا نطمح انه يتم الافراج عن المعتقلين لاعطاء اشارات ايجابيه بقصد الوحده والتفرغ لهذه المعركه ضد هذا الوباء الذي يهدد الصحه العامه، وكذلك اعطاء اشارات لمستقبل واعد يعني حفاظا على خدمه لمصلحه الشعب، وحفاظا على مستقبل الوطن ككل. لكن للاسف انه هناك ما زالت هناك غطرسه، ما زالت هناك عقليه تقليديه، هناك ما زالت المفهوم، وقد سمعنا هذا المفهوم هبة الدولة بمفهوم ديال القرون الوسطى، في حين أن مفهوم هبة الدولة كما نجده هنا في الدول الأوروبية، المواطن ينضبط من تلقاء نفسه ويحترم الدولة، لأن الدولة حقيقة تستحق الاحترام، لأن تدافع عن حقوقه، تضمن له جميع مقومات العيش الكريم، وتحترم جميع حقوقه وتحترم كرامته. وكنتيجة لذلك أنه المواطن ينضبط للدولة ويحترم الدولة وتكون لها هبة حقيقية. أما الهبة التي تفرض بالخوف وبالقمع وبالاضطهاد وبتكميم الأفواه، هذه ليست بهبة، هذه ليست يعني هبة، وإنما فقط هي يمكن أن نعتبر، لأن حتى هناك تجارب في العالم، هناك دول ديكتاتورية في تشيلي وفي روسيا وفي أوروبا الشرقية مجموعة، وفي الدول العربية كانت أنظمة استبدادية تحكم بالنار والحديد، وتفرض ما تسميها الآن، ما يسميها النظام السياسي المغربي بهبة الدولة، إلا أنه كانت نتيجة عكسية. هذا ما يسمونه بهبة الدولة هو فيه تهديد لمستقبل الوطن ككل، وفيه تهديد لاستقرار الوطن، قد لا يظهر الآن ولكن سيظهر فيما بعد كما حدث بمجموعة من الأنظمة. أستاذي، دائما في نفس الإطار، تم إطلاق سراح بالعفو خير، تم إطلاق سراح قاطع يد سيدة مغربية ضامن العقوبة الحبسية 9 سنوات من أصل 12 سنة، يعني بقالوا 3 سنوات. تم إطلاق سراح متهم بقتل سيدة مغربية كذلك قضى من العقوبة الحبسية المفروضة 15 سنة 5 سنوات، يعني هنا الحق المدني ديال عائلات معينة وديال الناس اللي تدرج فعل إجرامي ديال أشخاص. تم إطلاق سراح رئيس جماعة مدان بالاختلاس
وما قضاش الا 5 شهور من العقوبه الحبسيه اللي المفروض انها 4 سنوات على ما اعتقد، في مجموعه ديال الافراجات على اناس اللي لا يعني اللي الشعب كيشوف بان واش ما كتشوفش حتى شخصيا بانه اصحاب الحق المدني يجب اعاده النظر في العفو عليه. واش ماشي من المفروض ان الدوله ولا الملك ولا المؤسسه الملكيه تعفو على الناس اللي عندهم علاقه بالراي بالحريات العامه ولا بمسائل اللي عندها علاقه بعيده عن المواطن وعلى الاحتكاك الفعلي مع المواطن المباشر مع المواطن، ولا في نظرك خص يبقى العفو هكا والملك يلعف على شي واحد قتل ولا نهب ولا سرق ماشي مشكل؟ شنو هو الرؤيه ديالك عجاله؟ لان حتى المناشدات الدوليه اللي كانت خاصه من طرف المفوضيه الساميه لحقوق الانسان كانت ناشدت باعطاء الاولويه في اطلاق في الافراج واطلاق سراح المعتقلين والسجناء لمعتقلين سياسيين ومعتقلين الراي ومعتقلي حريه الراي والتعبير، لان هؤلاء هذا يعني الفئه من المعتقلين والسجناء لا يشكلون خطر لا على الاشخاص ولا على يعني على الدوله ولا على النظام العام، وانما هما اشخاص يسعون الى الدفاع عن الحقوق وعن الحريات وعن بما فيها طبعا حقوق الاخرين والحقوق الفرديه والجماعيه، وبالتالي هم الاولى بالافراج، يعني هما الاولى في الافراج، في حين انه في المقابل نجد انه تم اطلاق سراح مجرمين خطيرين ارتكبوا جرائم قتل، كما سمعنا ان شخص قام بقتل امراه يستفيد من العفو، هذه خطيره، هذه مساله خطيره جدا، يعني حتى اذا كان بالنسبه يجب الاعتذار عنها واعاده اعتقالها امثال هؤلاء، لان لا يمكن القول بان هناك من لديه سوابق في جرائم خطيره استفاد من العفو. هذه المساله لا يقبل، لانه من قتل يشكل خطر، خطر على حياة المواطنين، يشكل خطر على حتى على النظام العام، يشكل خطر على الممتلكات وعلى الأرواح. إذن في نفس الإطار أستاذ،